الحمد لله القوي الشديد المعبود بلا إفراط ولا تفريط، باعث الهمم والمبتدئ بالنعم، والصلاة والسلام على المعلم والقدوة الأمثل الذي قال: لا ضرر ولا ضرار، فجعل الوسطية هي الخيار، ونبذ التطرف والتعصب والأخطار، وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم الإبراهيم مدير الجامعة، سعادة وكلاء الجامعة، سعادة عمداء الكليات والعمادات المساندة، سعادة أعضاء هيئة التدريس، الزملاء الطلاب، أيها الجمع الكريم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأن أحييكم بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حفل تدشين حملة نبذ ظاهرة التعصب الرياضي وتعزيز اللحمة الوطنية والمقامة تحت عنوان: لا للتعصب الرياضي ونعم للحمة الوطنية. وخير ما نستهل به حفلنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب عبد العزيز بن شايح العنزي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا من الأنشطة الحيوية المنتشرة في معظم الدول، حيث تعد من مظاهر الرقي المجتمعي والحضاري متى ما التزمت المجتمعات والشعوب بآدابها، ومن توابعها ومتطلباتها التنافس الرياضي والذي يأخذ أشكالاً وصوراً عديدة، منها المباريات المحلية والدولية. ومن أبرز الظواهر السلبية المصاحبة لهذا التنافس هو ظهور ما يعرف بالتعصب الرياضي، الذي يعد ظاهرة سلبية يتجاوز بها الرياضيين المفهوم السامي للتنافس الرياضي، إلى النزاع المتبادل بين الأطراف. معالي المدير، حفلنا الكريم نشاهد وإياكم عرضاً مرئياً عن هذه الظاهرة. حرام هذا النادي يكون وين؟ يكون في جدة.
اوسخ نادي عليك عليك وعلى اساسك. شكلت ظاهرة التعصب الرياضي معضلة كبيرة لصناعة الرياضة في العالم، فهي ظاهرة تتعارض مع كل المبادئ السامية للمنافسات الرياضية، حيث يستخدم المشجعين المتعصبين العنف اللفظي والجسدي للتعبير عن تشجيعهم، وهو ما عرض اقتصاد الألعاب الرياضية المختلفة إلى خسائر فادحة. بدأت ظاهرة التعصب الرياضي عالمياً في بريطانيا، وتحديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك من خلال الهوليغانز، وهو الاسم الذي يطلق على روابط مشجعي الأندية المتطرفين، وذلك في فترة الستينات الميلادية للقرن الماضي. وانتشرت هذه الظاهرة عالمياً حتى وصلت إلى قارات ودول مختلفة، مما حدا بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهو أكبر منظمة رياضية في العالم، إلى سن تشريعات جديدة للحد من تنامي هذه الظاهرة والحد من أضرارها على اللعبة ومستوى تأثيرها وانتشارها في العالم. ومع التطور الكبير الذي وصلت إليه مختلف الرياضات السعودية عربياً وعالمياً، فإن هذا القطاع لم يكن بمنأى عن هذه الظاهرة السلبية، حيث بدأت هذه الظاهرة بالوصول إلى المشجع السعودي بشكل سريع، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ممراً واسعاً لوصول سلبيات هذه الظاهرة للشارع الرياضي المحلي. ونظرا لأهمية معالجة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول لها، أطلقت عمادة شؤون الطلاب في جامعة حائل حملة توعوية بالتعاون مع عدد من المختصين، تتضمن عددا من المحاضرات وورش العمل العلمية، وحملت شعار لا للتعصب نعم للحمة الوطنية، بهدف المشاركة المجتمعية للقضاء على هذه الظاهرة التي تلقي بظلالها سلبيا على المجتمع بمختلف شرائحه. والذي يخرج التنافس الرياضي عن روحه الرياضية السامية، ويؤدي إلى الابتعاد عن الأخلاق الإسلامية النبيلة. معالي المدير، حفلنا الكريم، نستمع وإياكم لكلمة سعادة عميد شؤون الطلاب الدكتور سعود بن عيسى النايف، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلمه، صلى وسلم على النبي الأكرم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم إبراهيم، أصحاب السعادة وكلاء الجامعة، أصحاب السعادة عمداء الكليات والعمدات المساندة، أصحاب السعادة ممثلي الإدارات الحكومية، أيضاً زملائنا في إدارة النشاط الرياضي بالجامعة، الزملاء في كلية طلابنا في قسم التربية البدنية بالجامعة، أصحاب السعادة أعضاء التدريس. أيها الجمهور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معالي الدكتور، أصحاب السعادة، لقد قامت هذه البلاد على أسس المتينة، قوامها تعزيز الوحدة الوطنية،
وتقوية اللحمة الوطنية ومكافحة كل من يحاول أن يدق سفينا بهذه الوحدة. ولا شك أن من أهم عوامل محددات هذه الوحدة هو ظاهرة التعصب بكافة أشكاله، التعصب العرقي، التعصب المناطقي، التعصب الديني، التعصب المذهبي، التعصب الفكري، وموضوعنا هذا صراحة عن التعصب الرياضي. لذلك سعت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين محمد سلمان بن عبد العزيز إلى تجنيد كافة السبل لمحاربة هذه الظاهرة التي تهدد أمن الوطني وتهدد حقيقة وحدتنا الوطنية. والسبب لأن التعصب بكافة أشكاله يؤثر على وعي وإدراك وسلوك الفرد والمجتمع، ويؤجج الشارع بشكل عام والشارع الرياضي بشكل خاص ضد بعض حقيقة، مما يؤدي إلى النزاعات والفرقة بين أفراد الأمة. لا شك أن المتعصب هو من يروي عنق الحقائق ويؤثر على قدرتنا على اتخاذ القرار السليم، لأننا لا ندرك الأشياء إلا حسب ما نريدها نحن، لا حسب ما توصلنا إليها نتائج البحث العلمي. لذلك مع الأسف الشديد أصبح التعصب ظاهرة عالمية، ومع الأسف الشديد وأقولها بكل أمانة انتقلت هذه العدوى إلى مجتمعاتنا. أظهرت إحدى الدراسات أن 54% من ظاهرة التعصب تعود إلى الإعلام الرياضي وإلى البرامج الرياضية التي بظاهرها تحليل الواقع الرياضي هذه اللعبة الجميلة حقيقة خاصة كرة القدم، لكن هي في باطنها هي ضرب بوحدتنا الوطنية وأمننا الوطني، واستغلال هذه المساحة التي تعطى في مجال التحليل الرياضي لنفذ هذه السموم التي لابد فعلا أن نقف جميعا بوجهها وأن نحاربها على كافة المستويات أفرادا ومؤسسات وأسر. المؤلم حقيقة عندما نشاهد أن أشقاء شقيق يقتل شقيقه من أجل مباراة قيمة، ليس أيضا الأندية لا تمثل على يد ليس الأندية السعودية ولكن أندية هي أندية أوروبية. النقاش احتد وأدى ذلك إلى وقوع جريمة قتل، بمعنى آخر تقطيع أواصر علاقات الاجتماعية. الهدف الأساسي للرياضة هو هدف نبيل، لكن الإفرازات التي تمت هي إفرازات سلبية حقيقة تظلم نسيج الاجتماعي. ولذلك كان توجيه معالي الدكتور واضحا أننا فعلا نعزز في جامعة حائل مفهوم الوحدة الوطنية ونبذ التعصب بكافة أشكاله. نحن أبناء مجتمع واحد لنا ولاءات وانتماءات، صحيح نميل إلى أندية معينة صحيح، لكن لا ينبغي أن يكون هذا البيت سببا في تقطيع هذه الأواصر الاجتماعية وأيضا احتقار واحد ونبذ الآخرين من أجل أن نصحح أو نبين الفكرة هو الفكرة الصحيحة. ولذلك جاءت هذه الحملة بتوجيه من معالي الدكتور حقيقة لمعالجة هذه الظاهرة بأبعادها الدينية، أبعادها الإعلامية وهي مهمة جدا، وأبعادها الاجتماعية، وستكون بإذن الله تعالى على مدى 3 أيام جزء من المحاضرات، وستكون في نهاية هذه الحملة مباراة تحت شعار أيضا لا للتعصب الرياضي نعم للوحدة الوطنية. أنا لا أريد أن أضيف معالي الدكتور في البرنامج حافل هذا اليوم، لكن اسمح لي فقط أن أتقدم لمعاليكم بخالص الشكر والتقدير على دعمكم المتواصل وتوجيهكم لإدارات الجامعة المختلفة لتقوم بدورها الملوك بها حقيقة بالتوعية وتثقيف أبناء الجامعة وأبناء المجتمع الخارجي وتكسير الأسوار كما وجه معاليكم إلى والانفتاح على المجتمع. اسمح لي فقط أن أشكر أيضا سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الذي كان متابعا معنا لحظة بلحظة هذا الحدث، وكان لتوجيهاته السديدة أيضا الدور المؤثر حقيقة بإنجاح هذه الحملة. أيضا لا يمكن أن يكتمل النجاح لولا تعاون
كافة إدارات وعمادات الجامعة. واسمح لي أنا أخص حقيقة عمادة تقنية المعلومات والعلاقات العامة بالجامعة، وشكر خاص حقيقة لإدارة الإعلام الجامعي في الجامعة ورأسها الأستاذ ياسر الكنعان، كما اسمح لي أن أقدم بشكر خاص أيضا للدكتور حسن الزهراني وأيضا الدكتور سلطان العردان رئيس قسم التربية المدنية وزملائه في القسم، وأيضا أن أحيي أيضا أبناء وطلاب قسم التربية المدنية وطلاب الكليات الذين حضروا هذه الفعاليات. أيضا اسمح لي أن أتقدم بشكر لعمادة السنة التحضيرية لتعاونهم في إنجاح هذا اللقاء، شكر خاص أيضا لنادي أندية حائل الرائعة. بدون أي تعصب جميع عينيني في رأسك، شكر خاص لسعادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الطاهي، وأيضا رئيس وإدارة وأعضاء نادي الجبلين بحائل. شكر أيضا للأعمار حقيقة لمكتب الهيئة العامة للرياضة والشباب ممثلة بسعادة مدير المكتب الأستاذ عبد الله الدرعان، له تحية خاصة أيضا. أشكر حقيقة كل من ساهم في إنجاح هذه الحملة. اسمحوا لي أيضا أن أتقدم الشكر لزملائي الحقيقة في 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 العمالة على رأسهم سعادة وكيل العمالة للأنشطة الدكتور خالد الطيري، وأيضا تحية خاصة للزملاء في إدارة النشاط الرياضي الأستاذ الدكتور عاصم صالح المودي، الأستاذ سما شمري، الأستاذ محمد الطوارة، الزملاء جميعا الأستاذ مصطفى جبلون، جميع الزملاء اسمحوا لي إذا نسيت أحد منهم، جميع الزملاء حقيقة كان لهم عمل وعمل وليل نهار من أجل إنجاح هذه الفعالية. شكرا بشكر خاص لأبناء الطلاب سواء طلاب النشاط الاجتماعي، طلاب الموالاة، الطلاب أيضا طلاب النشاط الرياضي في الجامعة، طلاب أيضا قسم التربية المدنية الذين كان لهم دور أيضا مؤثر في إنجاح هذه الحملة. شكرا لكل من حضر هذا اللقاء، شكرا لكم جميعا من الأعمار. نتمنى ونتطلع لهذه الحملة أن يكون لها دورا وأثرا إيجابيا في تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ التعصب الرياضي اللي فعلا لا تجد ولا تجد أسوة إلا تأنه منه. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لراعي الحفل معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم الإبراهيم مدير الجامعة كلمة يلقيها بهذه المناسبة، فليتفضل بالحديث مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة وكيل الجامعة الشؤون الأكاديمية، زملاء مدار الكليات، إخواني الله ليس النادي، طلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرياضة قيمة مجتمعية وحضارية عالية، وأصبحت الدول تتنافس على الرياضة من خلال المسابقات الدولية، ولذلك لم تعد الرياضة نشاطاً هامشياً يقام الشباب على هامش المجتمع، بل أصبحت قيمة مجتمعية عالية، ولذلك عناية الدولة بالرياضة هي جزء من عناية هذه الدولة المباركة بتنشئة شباب هذا الوطن، التنشئة الصحية والتنشئة الثقافية التي تليق بهذا الجيل. ولا شك أن العناية بالرياضة تمثل قيمة اقتصادية كبيرة جدا، والأنشطة التي تقام لا شك أنها تنطوي على هذا الجانب. ولذلك عندما نتحدث عن الرياضة نتحدث عن مكون أساسي من مكونات المجتمع. ديننا الإسلامي الحنيف وتعليمات نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها تحثنا على الرياضة وعلى البناء السليم للإنسان، والرياضة هي من تعمل على تعزيز الصحة العامة في المجتمع. ولا شك أن
الأنشطة التي تنطوي على اهتمامات رياضية خاصة هي شيء محمود في المجتمع، لأنه لا يمكن أن تكون منظومات رياضية دون أن يكون لها دعم مجتمعي. فلا ضير أن يشجع الشباب أحد الأندية أو يهتم برياضة من الرياضات، هذا مطلب لكي تتحرك عجلة الرياضة بشكل سريع. المحظور هو التعصب الرياضي. التعصب كمصطلح لغوي هو شيء مرفوض، سواء كان على مستوى الرياضة أو على مستويات أخرى في المجتمع. ولذلك عندما نتحدث عن التعصب فنحن نتحدث عن ظاهرة لا تضيف إلا جوانب سلبية في منظومة الرياضة. واسمحوا لي في هذا المقام أن أشير بالتوجهات التي بدأ ينهجها معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة في إصلاح هذا الخلل في المنظومة الرياضية السعودية. ولعلنا تابعنا هذه التوجهات التي هدفها السامي، وهو توجيه من المقام السامي نحو إصلاح منظومة الرياضة. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نتفاعل لمعالجة الظواهر السلبية التي تفرزها الرياضة. لا شك أن الاهتمام بالرياضة بشكل عام والاهتمام بمتابعة الأندية ومتابعة كرة القدم على وجه الخصوص في مجتمعنا هي جزء من اهتمام الشباب، ولا يجب أن نجعل هذا الاهتمام قضية يحاربها المجتمع، بل نحن نريد أن تكون هذه القضية ذات بعد إيجابي تبتعد عن التعصب الأعمى الذي يجعل الإنسان مسجونا في اهتمامه وبألوانه الخاصة، حتى تصبح هذه القضية هي همه الأكبر والأخير وينقطع كل عن كل مساهمة مجتمعية فاعلة. نحن بحاجة إلى دعم الأندية الرياضية، نحن بحاجة إلى تفاعل الشباب، نحن بحاجة إلى أن ينشغل الشباب فيما هو صالح بما فيها متابعة المباريات الرياضية التي تقام، لكن نريد لذلك أن يكون وفق نهج لا يفرق بل يجمع. التعصب هو مثلبة للتفرقة. لا يدخل التعصب في قضية إلا أن يكون نتائج الفرقة. ولذلك نحن نريد شباب الأمة والوطن أن يكونوا مجتمعين على ما ينفع ويعظم اللحمة الوطنية التي ننشدها جميعا. لا شك أن اهتمام الجامعات في الرياضة هو أصل مهم جدا في تنمية ثقافة الشباب في الجامعات، وكذلك تنمية مهاراتهم الرياضية. ومن باب أولى أن يوجه الشباب وطلاب الجامعات على وجه الخصوص إلى المسلك الصحيح نحو التعامل مع الرياضة ونحو التعامل مع الاهتمامات الرياضية التي يجب أن لا تخرج من حيزها الزمني. يجب أن يكون الاهتمام مصبا على مجريات الحدث، وعندما ينتهي الحدث يجب أن تنتهي القضايا التي غالبا ما يؤدي التعصب الرياضي إلى أن تخرج خارج هذه المنظومة إلى فرقة مجتمعية. كما أشار زميلي الدكتور سعود أن الإعلام الرياضي ساهم في تأجيج هذا الوضع، وأصبحت المصلحة المادية لبعض القنوات التلفزيونية للأسف تستغل لجلب مزيد من المشاهدين حتى لو كان ذلك على حساب الوطن. ونعتقد حان الوقت أن يتوقف هذا العبث في شباب الوطن، ويتوقف من يدعون التحليل الرياضي. هم يدعون التحليل ليس تحليلاً للأنشطة الرياضية والمباريات، بل تحليلاً للتعصب. ما يحدث في الإعلام هو تحليل للتعصب، وهذا غير مقبول في المجتمع.
لا أريد أن أطيل، لكن أود أن تكون هذه الفعالية التي سوف تعقد على مدار 3 أيام القادمة إن شاء الله معه الخير في توعية أبناء الطلاب بخطورة التعصب الرياضي، بخطورة التعصب بلون واحد. في النهاية كل الألوان التي يحتويها الوطن تندرج تحت الوطن اللون الأخضر. كل هذه الأنبياء التي يشجعها الشباب في النهاية هم فريق الوطن ومنتخب الوطن، وبالتالي يجب أن نأخذ هذه القضية على هذا المحمل. أننا جميعا عندما نشجع الأندية فالهدف أن ننهض برياضة الوطن واسم الوطن في محافل الدولة. في الختام أود أن أشير أن حان الوقت لنرفع الكرت الأحمر في وجه التعصب الرياضي. شكرا لكم.